السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف صوفيا بن الهمام تقول: الحمد لله بنتي شيماء حرة لكن الشارع برة. تعالوا نشوف ماذا تقول. أتمنى الجميع بضع اللايك والاشتراك في القناة. سبحان الله. الأول أنا ملا السلام عليكم، مرحبا بكم وجوه الخير، ربي يهنيكم وان شاء الله تكونوا بخير على خير. سنة وطلعوا معانا برك. اكيد هي بتحكي توضيح للفيديو اللي حصل. اكيد سامية من عندها وقعت خرجت بنتك لسه ماني درت اللايف برك. هي صوفيا فحلة حرة. واللي ما عجبوش اللايف داخل عندي. جميل، السلام عليكم خويا، مرحبا بكم نسليل. جميل خويا جربوع ونسليل، بارك الله فيكم، ربي يهنيكم وشكرا للناس كاع اللي تحيرت. نتمنى انك تكوني شوية بخير. بارك طبعا بزاف الناس يسقساوني هذا ونتمنى مباشر. البارطاج باسكو بزاف الناس يتعيط وكاين اللي عيطت لهم. نشاد عيسى أزول من السمور ثم كثر ليث، لازم نتعلم شوية القبيلية، شوية مصابية وشوية شاوية شوية ترقية. سلام سلام أختي، سلام. كاش حرب اليوم؟ والله غير اليوم باري راهي، اليوم باري راهي كالمة. نعرف لا في الليل، انا المهم انا نهضر لكم في النهار، في النهار باللي ما كان والو ولا برك. انا قلت لك ازول اختي على سلامتك، الله يسلمك، الله ونا في خدنا، بارك الله فيك نياس. وادنا في صوفيا دو مينوت برك، عطونا تحيه العالم ودركا نقول لكم واش كاين اكزاكتومون. شنو جماعة تاع الحرة الله يرحم والديكم، بس هم عيطوا لي جماعة من اليوم على وجه ربي، الله يعطيكم ما تمنوا، الله ربي يحفظكم والديكم. راهم عيطوا لي من اليوم قالوا لي جابوا لارمي العسكر راهم خرجوا لكم في لابلاس دو بون، والناس تحيرت عليكم. كاين بزاف اللي عيطوا لي، واحدة عيطت لي على خوها قالت لي يا صوفيا يرحم والدي قولي لهم يبركاو، قول لهم ما يديروش المشاكل باسكو راح تولي عليهم. حنا قلنا بلي درك تتغير الامور ان شاء الله، وبالك تكون فيها تسوية تاع 3 سنين، بصح ما تزيدوش عليها. خلاص الايامات الاولى صرا اللي صرا، دوكا راهم قاعدين يزيروا في الناس، راهي كارثه واش راهي يصرا في دار الكوميساريه كما نقولوا حنايا، فهمتوا؟ تحياتنا من استيبازا، تحياتنا كل شعب الجزائري 58 ولايه، ماشي غير استيبازا. واش يديروا الحراق؟ يريحوا ترونكيل، يريحوا ترونكيل وخلاص، خلي راهم ولادنا اللي زايدين هنا وديروا فيه البركه، باسكو ما تكونوش انتوما سيبله، فهمتوها؟ لازم على الاقل ما يصرى لكم والو. هذه اللي حبيت نوصيكم عليها، ردوا بالكم، ردوا بالكم يا وجه الخير، باسكو راهم غير يلقوا في السبه. ودوك نقول لكم صح، واش حكى لي ثاني واحد السيده مغربه طلقوا كارت افيو، كانوا حاكمينه ثما، قال لك راه صاير باطل. المهم تحيه الى كل الشعب الجزائري، تحيه العلم الوطني الجزائري والفلسطيني اولى القبلتين وثالث الحرمين. بون شيماء بنتي خرجت هي عيانه. السلام عليكم يا خرجت الحمد لله. المهم داو على الاجل، قلت لكم اللي عنده هذيك تاع لي في دارتيفيس يعيطوا لها كومون ابيل سا امورتي، لي مورتي واش يعيطوا له في الجزائر سينيال ولا الكريموجين. واش قلت لهم شيماء؟ قلت لهم تاع باش نديروا الاستقبال الاحتفال بور لا فيت كي سقساوك، اي بور والانديبوندونس، واش سمعوا فيك؟ ارفعي صوتك شويه. واش غتقولي لهم؟ تحيا الجزائر ربي يرحم الشهداء. عاوديها بلي فور. تحيا الجزائر ربي يرحم الشهداء. فوالا هاي قالت لكم. المهم دوك حنا رايحين للدار روبوزيو. بارك الله فيكم، نشكر الناس كامل اللي وقفت معنا، خاصة رجال الخفاء، وبيان سور الدولة الجزائرية. الدولة الجزائرية وراء كل شيء. واش حبيت نوصيكم؟ الحراقه ثم الحراقه ثم الحراقه، عادي وصيتكم وجه الخير باسكو راه صاير الباطل. قال لك يحقق نفسي لنا، وحكى لي سيده، سيد كان في بوبيني هكذا كان يحكي لنا شيبه. انت يا اخي ما ضربوكش؟ نعم. بصح ما كان، دي راسيست، دي راسيست عنصريين.
تعبوا بيني هذا قال لك صوفيا حكمي لا ماجوريتي ما كنتيش بعد كانوا 27 كانوا بزاف ونصهم عرب بصح شكون حق كارين لا بوليس لا بوليس بصح شكون العرب العرب واحد سموه نسيم واحد سموه فاتح ولا واش نقول لكم عيب عليكم هذا يكونوا بالك جدودهم حركه لا بوليس انا البارح كي حبسوني كي داوني شكون اللي كان يهضر معايا قالوا لي ما قاليش وجاني هذاك قلت له خويا خي لقيت عندها هادو السينيال ولقيت عندها الكريموجان اديهم خويا وخلينا نروحوا نو قال لي نو نو لازم تروح معنا انت المهم الحمد لله والشكر لله وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون هذه سوره التوبه وما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي المهم انا نشكر كامل الناس اللي وقفوا معايا وليت الخفاء والناس اللي سقسوا علينا واللي تحيروا علينا وبدون ذكر الاسامي كلهم كلهم اللي بعثوا لي في لي كومونتير وخاصة تحية إلى شعب الجزائر اللي خرج اليوم تفينا تاع ولدنا نايل ربي يرحمه ويرحم كل الشهداء اللي ماتوا واش راح نقول لكم كاين هذه أختي مريم وهذا الإنسان باسكو بعث لي فوالا بعثوها لي كاع جماعة تاع تيك توك كومون مي لو سون سنة ونوريكم أختي مريم راه لحقني التيك توك تاعك زيد شوي صون برك صون صون هاي هذه راكم شفتوها كاع قدمك شوية باش تجي مريم برك تجي المرا في لي كومونتير وخاصة تحية إلى شعب الجزائر اللي خرج اليوم تفينا تاع ولدنا نايل ربي يرحمه ويرحم كل الشهداء اللي ماتوا واش راح نقول لكم كاين هذه اختي مريم وهذا الانسان باسكو بعت لي فوالا بعثوها لي كاع جماعه تاع تيك توك بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي المهم انا نشكر كامل الناس اللي وقفوا معايا وليت الخفاء والناس اللي سقسوا علينا واللي تحيروا علينا وبدون ذكر الاسامي كلهم اللي بعثوا لي في لي كومونتير وخاصة تحية الى شعب الجزائر اللي خرج اليوم تفينا تاع ولدنا نايل ربي يرحمه ويرحم كل الشهداء اللي ماتوا واش راح نقول لكم كاين هذه اختي مريم وهذا الانسان باسكو بعث لي فوالا شايفين اخواتي يلا نكمل بعثوا لي كاع جماعه تاع تيك توك كومون مي لو سون سنه ونوريكم اختي مريم راه لحقني التيك توك تاعك زيد شوي سون برك سون سون هاي هذه كنت شفتوها كاع قدمك شويه باش تجي مريم برك تجي المراه المهم انا هذا اللايف بعثوه لي اختي مريم كي انت معروفه راكي معروفه اكثر مني انت دائما تاع البالون دائما تتهرج في الناس بارك الله فيك على هذا الفيديو ثاني حاجه ما ننساش بين قوسين لافاف انا ما نسيناهاش باسكو راهي الجزائر في اللعب يرحم والديك المسؤولين تاع البلاد وخاصه انت يا زفزاف يرحم والديك شوف فيها ديميسيوني وانت يا رئيس الرابطه تحية الجزائر مش كل قلتي لي نحبه تيغيس لا الاخر الرئيس الجمهورية شكون باوي تبون نقولش نقولو له جدو تبون ولا عمو تبون عمو تبون تحية دي زيد باور دي زيد تحية الجزائر هيا بارك الله فيكم تحية الى كل شعب الجزائر مزال 58 تحية للجيش الوطني الشعبي